خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقودوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. في كل طريق يقف، إلى أين تذهب؟ إلى شعيب. لماذا؟ كي أؤمن. هذا شعيب يقولون عنه كذاب وساحر ويفرق بين الوالدة وولدها. ففي كل الطرق يصدون عن شعيب عليه السلام وعن الإيمان بالله. أنت تؤمن، كيف تؤمن؟ هكذا يقفون أمام مريد الاستقامة والإيمان. شعيب نهاهم عن ذلك قائلا: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتهددون، وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. هكذا يقول لهم، فهم أتباع للشيطان. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الشيطان: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، على رؤوس الطرق، فقعد له بطريق الإسلام، قال: تسلم تذر دينك ودين آبائك وأجدادك، فعصاه فأسلم. وقعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر تدع أرضك وأرض آبائك وأجدادك، تدع أرضك وسماءك، عصاه فهاجر. قعد له بطريق الجهاد قال: تجاهد تقتل، تنكح المرأة من بعدك ويتم الأولاد ويتقسم الأموال، فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فالشياطين تقعد على كل طريق يوصل إلى مرضاة الله. شياطين إنس سخرتهم شياطين الجن والعياذ بالله. فترى الناس الآن يتوعدون المستقيمين، المستقيم تجد التهديدات حتى من أمه: يا ابني لا تلتح، يا ابني، يا ابني لا تذهب للجامعة، يا ابني، يا ابني المباحث، يا ابني ستصنع بك. كلها تخويفات وكلها من أفعال شياطين الإنس والإعلاميين. إذا أحبوا أن يشوشوا سوء على أحد الآن يتهمونه بالاستقامة، يتهمونه بالاستقامة تحت أي سبيل كان، إرهابي، إخواني، أي سبيل كان، فيشوشون على الشخص بأنه مستقيم. وكما قال القائل: وليس بهن عيب غير أن سيوفهم بهن فلون من قراع الكتائب. هكذا يثنون على قبيلة، يقول: قبيلة ليس بها أي عيب إلا أن سيوفهم كسرت الأعداء وشرخت بسبب تقتيل الأعداء، هذا العيب. أحسن من ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى إذ قال: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قال شعيب عليه السلام: ولا تقعدوا بكل صراط، أي بكل طريق توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. واذكروا، تذكروا، إذ كنتم قليلا فكثركم. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. فمنة من الله أن تكثر الذرية، لأن الله امتن عليهم بهذا، وشعيب امتن عليهم بهذه النعمة. اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. فعلى ذلك الدعوة بتحديد النسل دعوة ليست بسديدة ولا رشيدة، بل دعوة قائلوها تابع أهل الباطل الذين لا يريدون للمسلمين كثرة. إن